ايوه ما كنتش معارض، وكنت رافض موضوع الاخوان، ورافض ان محمد مرسي كان يمسك الحكم، وقلت يعني ما فيش امل. دلوقتي حقائق اكتشفت لي كتير، حقائق اكتشفت لي ان الاخوان دولت احسن ناس فعلا. شفت ان اللي بيحصل ده كله، والناس اللي ماتت عشان خاطر واحد عايز يحقق الحلم اللي هو حلم، عايز يمسك رئيس جمهورية يموت الناس ويعتقل في الناس. دكتورة ودكتور معتقلين سايبين أطفال، معلش يعني فين حق المرأة وحق الأطفال دولت؟ عندها إيه الأولاد اللي عند دكتورة سماح؟ عندها حنين 8 سنين ومحمد 6 سنين، قاعدين معايا، أنا اللي ملزم بيهم، يعني أنا اللي ملزم بهم، أنا اللي ملزم بزور الدكتورة سماح، وأنا بزور الدكتور سعد، يعني مشقة الأطفال ديت عشان نروح للدكتور نزوره أبوهم أو مامتهم، بنقوم بيقوموا من الفجر، أشوف مشقة إيه لأطفال في السن ده تقوم من الفجر عشان نروح نشوف أبوهم، غير يعني المشقة اللي بنشوفها في هناك. كم وقت قد ايه قبل ما تخش الزيارة؟ لذلك انا بقول بقوم من الفجر، لازم اروح هناك من الساعة 8 عشان اخش بالاطفال ديت معاناة. تخش امتى؟ يعني تروح الساعة 8 تخش امتى؟ بخش حوالي الساعة 9 او الساعة 10. وقت الزيارة قد لا، وقت الزيارة بنص ساعة عند الدكتورة سماح، ساعة الا ربع. قد ايه الزيارة؟ الزيارة كانت الأول كل أسبوع من ساعة ما تنفذ عليهم أخدوا حكم بثلاث سنين وغرامة 100,000 جنيه، بينا بنزورهم كل 15 يوم. دكتور سعد في سجن أبو زعبل، دكتورة سماح في سجن دمنهور، طبعا هي كانت في سجن القناطر هنا بعد ما انضربت واتهانت نقلوها في سجن دمنهور.